الله الله، عيننا بشمس دحين تغرب ونقارب عدة لذحينا، ما شاء الله تبارك الله. الله يعيني يا أبو كون، هذا رمضان عين لهذه التبريدة وهذه الطلة. زمان ذكرنا بأيام زمان، الله زمان 1407 وغيرها من الأيام اللي مضى في أيام العشة. الله الله يا رمضان، هذا رمضان زمان، رمضان زمان كان غير زحم من هذا الوقت. قد حطينا مصلة، إلا مصلة على إلا مصلة نقعد عليها، مصلة زيدة من النخل، من سعف النخل نحطها، وحطينا مذحينا مذحينا أم حوتة أم سمبوسة أم عيشة أم قطيبة أم حاجة اللي فنانة حاليا نحطها. الله يعين، والله هذيك الأيام إلا غير، والله يا ذاك الزمن إلا زمن زمن. ما سمعتن هذاك اللي يقول أهلا وسهلا، شرفتم شرفتم عشي. الله يسقي زمانك أخونا، يقول أهلا وسهلا شرفتم عشي، هذه عشي. قال لها ما هو فاطمة، مالك فاطمة؟ قال فاطمة زوجها تزوج عليها الخاين ابن الخاين. لا، ولا من زوج عليها؟ تقول زوج عليها، تقول أبوزه. ومن فين تزوج عليك؟ قال من قطابة. الله يسقيك، ذكر رمضاني أيام زنبقة وأيام، الله ما هذيك الأيام لا تنتسي. الله يعيد علينا الخير إن شاء الله، ويرزقنا إن شاء الله من فضله ويوفقنا. والحمد لله اليوم الدنيا نعمة، عين لما نقها وعين للخير والفضل بفضل الله. الحمد لله القائل إن شكرتم لأزيدنكم، ما عدا اللي علينا نعتد الله ونشكره. والله زماننا الماضي كثيرا كلام فيه، لكن بشمس اشتغروا بديها يا أبو كون، وهبنا لكم هذه الحماية بسها، وإن شاء الله إذا ربي عافانا من يوم عاد هلأ باقية، والله لأنه باقي معانا لربع ساعة وتفطر، ما أبغى أتأخر عليكم. اللي قد يتصل يتصل، واللي قد ينادي ينادي أراه، واللي وإن شاء الله مع العافية بإذن الله. أما يوم عاد هلأ موجودة، وأشكر صاحب هذه المزرعة الشكر الجزيل على إتاحة الفرصة لنا للتصوير فيها، ولمشاهدة هذه المناظر الجميلة، وتذكيرنا بالعشة. جزاها الله خير على أنه أوجد لنا هذه العشة، تذكرنا بالماضي. هذه أصالة جيزان وتراث جيزان. أنا أشكره شكرا جزيلا، والله يحفظكم مع دل قبول. محبكم أبو مطران.